أزمة اللاجئين السوريين الإنسانية في الأردن. رح نحكي عن استغلال اللاجئين السوريين في الأردن واللاجئات السوريات في الأردن. تعرضنا وشفنا وشاهدنا كثير من الحالات على الإعلام لاستغلال لاجئات سوريات وبيعهم واستغلال لاجئين سوريين واستغلال معاناتهم. اليوم رح نحكي مع بعض اللاجئين السوريين، رح يروننا عن معاناتهم شوي ويحكونا كيف أحد اللاجئات اغتصبت تحت اسم أنها كانت رح تتزوج أحد الشيوخ، ورح يحكي لنا كمان شاب سوري عن تجربته في متاجرة باللاجئات السوريات. أنا نائل من سوريا، من محافظة القنيطرة. دخلت على الأردن بنهاية 2012، دخلنا نظامي أنا وأهلي، بحثنا عن بيت وصفت فينا الأيام بعمان. استأجرنا بيت بعمان وسكننا بعمان بمنطقة اسمها طبربور. أنا بصراحة بعد ما سكننا تفاجأت بالمعيشة الغالية وصرت أدور على شغل، بس المشكلة أنه تفاجأت أنه حتى الشغل هون ممنوع، أنه بدنا تصريح عمل وشغلة يعني صعبة كثير. فبدأت مصاعب الحياة وصرت أتعرف على السوريين اللي موجودين بالمنطقة، من لي وقت فراغنا يعني. تعرفت على شباب كثير وصاروا يحكوا لي قصص ويسألوني إذا بتعرف بنات، وإذا بتعرفنا على بنات ممكن إنه تكسب من هالشغلة مصاري أو كذا. أنا بالبداية رفضت الموضوع يعني، ولكن بعدين اضطريت بسبب صعوبة الحياة، اضطريت يعني بدي أشتغل أي شيء. فصرت أحكي للبنات السوريين إنه في داعم مليونير ممكن إذا شافكم يقدم لكم مساعدة أو شيء، وصرت بهالطريقة أجيب البنات لعند الشباب وبعدين هم يتفاهم معهم وأنا أكسب من وراء هالشغلة. أنا سارة، عمري 23 سنة، من ريف دمشق. هربت أنا وأهلي على الأردن، دخلنا على الزعتري. كان الوضع كتير سيء بالزعتري، لا يطاق. فعرضوا علينا جماعة إنه اتجوز من خليجي وحسن وضعي ووضع أهلي شوي. فأنا كنت رافضة الفكرة بالأول، بس وافقت يعني كرمال أهلي وحسن وضعهم شوي. قالوا لي بتعيشي برا الزعتري مبسوطة أنت وأهلك، فوافقت مشان هالشي. إجا لعنا اثنين شيوخ معهم واحد من الزعتري اسمه أبو عبدو. عرف أبو عبدو الشيوخ على عيلتي وقال لهم شو رأيكم بهالبنت. قال له بنت منيحة معها على شي، فنسق معهم إنه على أساس نكتب الكتاب خلال 10 أيام يكون منتهي الوضع وكاتبين الكتاب. إجا بعد 10 أيام أبو عبدو لعندي، أخذني ورحنا على عمان. قال لي بدنا نكتب الكتاب بعمان، أخذني على شقة بعمان. رحت معه أنا، يعني كنت واثقة فيه ورحت معه إنه على أساس نكتب الكتاب. بعد ما رحنا على الشقة تركني أبو عبدو وراح على أساس يجيب المأذون. بعد شوي إجا لعندي الشيخ اللي على أساس كنت بدي أتجوز ونكتب كتابنا. قام صار يتحركشني الشيخ ويتقرب مني، صرت بعده عني بس ما حسنت له. قام صار يضربني، صرت عيط وما حسنت يعني دفع عن حالي، قام اغتصبني. بعدها راح وتركني. رجع أبو عبدو بعد 4 ساعات لعندي، قال لي شبكي؟ ليش عم تعيطي؟ شو صاير معك؟ قلت له هيك هيك عمل فيني الشيخ. طلع فيني هيك، قال لي هيك ببرودة أعصاب، لا تزعلي. الشيخ ما رح، الشيخ هو عصبي شوي بس ما رح يروح لك ال4 ساعات هدول على الفاضي، رح يعطيكي بدالهم 500 دينار. أكيد حاولت أطلع من البيت بس يعني ما كنت عارفة وين بدي أروح، ما معي أجار طريق أطلع مثلا أرجع على أهلي، وما بعرف بالمنطقة شي. يعني في ظروف حكمتني إنه ضل واستنى لحتى يرجع الزلم اللي أخذني. بعدين فهمني واحد من الشباب إنه إذا البنت يعني بتكون عارفة ليش هي جاية ممكن تكسب أنت أكثر من الموضوع. فصرت أحكي للبنات بصراحة إنه ليش إحنا أخذينهم، وفعلا صرت أكسب أكثر يعني. ولكن بعدين يعني عرفت إنه هاي الشغلة عيب وحرام وندمت على اللي عملته، فتركت هالشغلة وحتى اضطريت يعني أنقل من المنطقة، أنقل سكني وأطلع من المنطقة كاملة مشان حتى الشباب اللي كنت أتعامل معهم ما يعرفوني. طبعا يا أخوان،
اللي شفتوه من شوي هو عبارة عن تمثيلية من إعدادنا والسيناريو إحنا كاتبينه. هذول ممثلين شباب أصدقائي. الموضوع اللي راح نحكي فيه هو الشهادات السورية المزورة على الإعلام اللي بتخص قضايا اللاجئين السوريين اللي بتطلع على الإعلام. هذا هو الموضوع اللي راح نحكي فيه. 50 دينار، 100 دينار، 1000 دينار. إذا بدي يتجوز يدفع 1000، بدي جواز نظامي يتجوز يكتب كتابه يستفى إن شاء الله بعد ساعة بطلعه. سألتني على شعوري، طيب اسألوا حالكم شو شعور أنا لما ولد أولادي بيقعد يبكي وما معي لا طعمي ولا معي أجار البيت، شو بيكون شعورك أنت؟ شفنا كثير إنه في تقارير إعلامية عم تطلع عن اللاجئين السوريين في الأردن، وللأسف هاي التقارير أغلبها طلع مزور. لما بحثنا ودورنا اكتشفنا إنه الإعلاميين هم اللي بيعدوا السيناريو وهم اللي بكتبوه وبجيبوا عليه شهود عيان بالمصاري يأكدوا هاي الرواية اللي هم شغالين عليها. إذا بتلاحظ أغلب التقارير الإعلامية اللي خرجت كانت تلعب على الوتر الإنساني والأخلاقي وتر الشرف والنسوان، يعني إنه موضوع الزواج من سوريات وإنه روعة الزعتر اللي بتتجوز سورية بتسعين دينار. الإعلام كان سبب في مشكلة للاجئين السوريين، الإخوة اللاجئين السوريين بالنسبة للشعب الأردني برضه، يعني كان حاول يركز على النقاط السوداء في اللوح الأبيض. ففي كتير حالات بيجيبوها ممكن تكون خلينا نقول مو مفبركة وإنما مطلوب منه إنه يحكي التالي. وزاد قلة الحياة كمان أكتر إنه صار يجيب شهود عيان بالمصاري يأكدوا له الرواية اللي هو كاتبها أو السيناريو اللي هو كاتبه، خدمة ممكن لأهداف معينة هم شغالين عليها، ممكن خدمة لأهداف القناة اللي هم شغالين معها، وممكن خدمة لأهداف سياسية أو إيديولوجية معينة هم بيشتغلوا عليها. وشو الهدف من تزوير هاي الشهادات ومن إظهار تقارير إعلامية كلياتها تصب في نقطة واحدة اللي هي الإساءة للأردن والإساءة للشعب السوري؟ الإعلام بشكل عام اللي صاير هلأ، الإعلام العربي هدفه الأول والأساس يجيب مادة بأي شكل من الأشكال، بغض النظر عن حقيقة مصداقية هاي المادة، عن حقيقتها، عن مهنيتها. حتى عرض المادة بكثير من الأحيان بيكون غير مهني. الفكرة إنه في إعلام مؤدلج للفكر الفلاني، للحزب الفلاني، للجهة الفلانية، بيحاول شيطن الطرف الآخر. من له مصلحة في تخريب العلاقة ما بين الشعبين الأردني، الشعب الأردني والشعب السوري اللي هم بالآخر يعني أقارب لأولاد العم، يعني سهل حوران قبل ما ساكس بيكو كان يمتد من الكسوة إلى إربد إلى جرش. وصلنا لمرحلة صار فيها الإعلام العربي ما يستحي يقول نحن نصنع الخبر. كل قوانين الصحافة بالعالم تقول إنه لازم الإعلامي ينقل الخبر بحيادية، إلا بالوطن العربي ما بيستحيل الإعلام يقول أنا بصنع الخبر. كانوا يدخلوا بشكل متخفي أو بشكل يعني غير قانوني على مخيم الزعتري ويعملوا تقاريرهم، وكانوا يطلعوا اللي هم بدهم إياه اللي جايين عشانه. وفي كثير ناس كانوا مدفوعين الأجر، يعني إنه بطل إعلام، يعني المحطات والوكالات الأنباء اللي بتحترم نفسها ما بتدفع فلوس. حتى صار في يعني نوع من سوق إعلامية بالنسبة بين اللاجئين السوريين. فأحيانا كتير بتحتك مع لاجئ حتى يحكي لك عن مأساته اللي هو عايشها، فبيمتنع عن الحديث. بعد شوي بيحكي لك اللي عرفك عليه إنه عطيه 50 دينار خليه يمشي أموره وبيتجاوب معك. ألو، يا هلا، مرحبا، يا حي الله. هلا معلم، بدي أسألك شغلة. أنا في عم بشتغل حاليا موضوع اللي هو عن موضوع الشهادات وما شهادات في الأردن. شو بدك يعني مثلا؟ فهمني بس. أنا اللي بدي إياه إنه يحكوا إنه يا عمي مزبوط في إعلاميين بيجوا على الأردن بيخلقوا شيء من لا شيء مثل ما تقول، يعني إنه مثلا إنه بيخترعوا قصة يعني كان يعملوا موضوع. أيوة تمام. وإنه بيجيبوا السوري يا عمي خلص نعطيك 100 دولار 200 دولار واحكي لنا هالكلمتين. كم عائلة بدك يحكوا لك عن الموضوع؟ يعني أنا بدي إنه في مثلا خلينا نحكي حالتين بزيادة. أيوة خلص خلينا نتوقف معك، يعني بس إنه يشرحوا لك اللي صار معهم، إنه عرضوا عليهم مصاري وهم يحكوا كلام ما بدهم يحكوه. خلاص الله، انا باذن الله اليوم بدي الامور، وبكره تحاسيس مثل ما بيقولوا بدك تزلمه نسوان، ما هيك؟ ايش هو؟ بدك نساء ورجال. ما في مشكله، راح اخذك على عائلتي، نحاول امن لك عائله وبقلب بيت اذا بتحب كمان تصور البيت الوضع اللي هم.
بس بدي 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 تشوف لي بدي تشوف لي انه شو الوضع، لانه انا الوضع المادي سيء جدا، عرفت؟ لانك انا مثلا في عائله ابص في الحكي ما تقدر على الساعه من يوم دغري في عائله اليوم مره اجاني في التلفزيون الفرنسي مدري نرز والله ما عاد اذكر شلون عم اجت قالت له خير قالت لي بدي احكي عن موضوع زواج وما زواج قلت له والله ما في ما كان في يعني انا قالت لي جدر اي حدا وانه يحكي في الصمت انا بالفعل قلت لهم عمي تجوا تحكوا ترى قال ايه يعني هلا هذول الناس بدهم يحكوا بيسجلوا شهاده الجماعه اللي حكوا انت باعتبارك صوروا صوره اكيد راح يطلعوا بالصوره إذا بدك منغطي وجههم أو يكونوا حاطين الحجاب مثلاً على وجههم عادي. هلا في عائلة حكوا مرة عن هذا الزواج عملك عنه وكان الموضوع صراحة كذب 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 صراحة. تمام. وموضوع ثاني ترى إذا تعرف شغلة الوثائق زمان يوم اللي أيوة. إنه والله عشاك لا دفعوا مصاريف في أصل وثائق أقل معهم. ما تسلينا. وكمان قالوا والله دفعنا وجبنا هذا. طيب انه القصد بيزبط انه ما ندفع ولا لازم ندفع؟ لانه انا بقول لك الجماعه مش مولين ولا شيء بالموضوع، انا الموضوع عم بشتغله جهد شخصي مني. انا 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 فهمان عليك الواقع في العالم يعني ما بيفوتك على بيته مثل ما بيقولوا وتصوره على ابو كل روح ابوي. تعرف ليش؟ اذا قلت له انك ما اعطيتني ما راح يصدق، وانا اذا قلت له انك ما اعطيتني تماما راح يصدق. والناس اللي خيوف انا بطلع بصور حالي وكذا على مقابل مصاري اللي عيش، ماني مجبور اطلع بلاش. والله يا حمودي في ناس عم تعمل شغلات معيبه ومخله بالاداب مثل ما بقولوا سوريا كانوا يسووا صور مال المصاري وانت بتعرف الشيء. صح 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 مزبوط. انت شوف خيوط بس عيلتي هن عائلتي شوف يا اخي يا اخي وانا بقول لهم يا جماعه ترى هيك هيك الزلمه دفع حتى بتعطيهم ايد الالمان بدي تعرف ليش مشان ما يقولوا لك انا صارت معي مره بعد ما فجأة خيوط الزلمه شو عاطيك الفيديو عامل ويشهد الله اللي جدينا الله وفيك ما تبدا وتعال اكل وياه هون ما في عنده مشكله صورته مستمره ما بيقولوا لا بس انه الزلمه هيك هيك دافع اذا ما عصبون بنقول لك ايه ما عصب نشوف غيره ما في مشكله. ماشي معلم اوكي وانت شوف لي اياهم وخبرني. في احد المرات دخلت الاعلاميه غاده عويس من قناه الجزيره على مخيم الزعتري وبث التقرير مدته تقريبا 8 دقائق وجابت عليه شهود يحكولها عن الوضع السيء بالمخيم. كلياتنا بنعرف وضع مخيم الزعتري، الوضع بمخيم الزعتري سيء، الوضع متجنن. بس انه يكون السيناريو اللي مكتوب انه احكي لنا يا لاجئ يا سوري ما في خدمات في مخيم الزعتري ولا في مستشفيات ولا في مي ولا في كهرباء، هذا الكلام يعني مش صحيح ولا في اي بني ادم بيصدقه. الزعتري اول مخيم وضع في العالم، الزعتري فيه 5 مشافي، الزعتري المي والكهرباء وصلته من اول يوم انفتح فيه تقريبا. خلينا نحكي نرى نقصا في المياه، لا كهرباء، كل هذا يعني كيف يؤثر اولا بما ان الاطفال جنب الى جانبنا، كيف يؤثر على الاطفال وبعدها على العجزة وعلى المرضى والجرحى؟ غدا معاناة شعبنا معاناة كبيرة في مخيم الزعتري، ويوجد ارقام واعداد مرضى السكري، يوجد 4000، لا يوجد حبة دواء سكري لمريض السكري، لا يوجد خدمات طبية قليلة، يوجد خدمات مشفى واحد مشفى المغربي، في خدمات جراحية بسيطة تقدم. وكيف تتدبرون أموركم؟ ألاحظ أنه لا كهرباء، مياه شحيحة، ليست هنالك إمكانية للصرف الصحي كما يجب. مثال ثاني، انتشرت كثير على الإعلام قضية زواج اللاجئات السوريات في الأردن والمتاجرة فيهم، طلع 1,000,000 تقرير عن الموضوع، في إشي صحيح وفي إشي مش صحيح. ما بننكر أنه هاي القضية موجودة، ولا بننكر أنه هاي القضية في إلها أبعاد كثير وصارت في الأردن، ولكن إحنا اللي بهمنا الشق المزور منها. موضوع اللاجئات السوريات أو بيع، خلينا نقول بيع اللاجئات السوريات أو الإتجار باللاجئات السوريات تطور كثير، تطور إلى درجة أنه صار الإتجار بالشهادات، أنه جيب لي وحدة صارت مع هاي الحالة بدفع لك كذا. وإذا بترجع لكل التقارير اللي طلعت وإنت بتحضره بهدوء وبتفنده تجد أنه نفس الشخصية أو نفس الأشخاص هم اللي بيحكوا نفس الكلام، لأنهم مدفوع لهم فلوس، إنه بطل إشي صحفي مهني، صار شيء كومبرس كأنه بيعمل مسرحية زي ما بده المخرج أو زي ما بده الصحفي بيحكي. في أشخاص معينين لدرجة إنه صار يظهر بأكثر من مكان بأكثر من قناة نفس الشخص، فبتكتشف من متابعتك إله إنه هذا الوجه اختصاصه هو هاي القضية. خدمة الأهداف مين؟ في مصلحة مين ضرب العلاقة الأخوية بين الشعب الأردني والشعب السوري؟ الرسالة للإعلاميين والقنوات الإعلامية، إذا كثير حابين تضلوا تشتغلوا على هذا النمط بإمكانكم تتوجهوا للعمل الدرامي. كلياتنا بنعرف إنه الدراما السورية كثير ناجحة وفي ممثلين سوريين كثير محترفين بإمكانكم تشتغلوا معهم أحسن. يعني إذا أنتم كل هدفكم إنه
عدد مشاهدات او الفلوس او انه تخدموا اهداف معينه. العمل الدرامي كثير بخدم اهداف وكثير بجيب فلوس وكثير بجيب مشاهدات. خليكم شوي واعيين، خليكم شوي بشر، عيب نتاجر ببعض، عيب تخدموا اهداف الله اعلم فيها.